وكان جزء من حرب دفاعية من جانب الفلسطينيين، وهذا سيكون بالتأكيد بداية لانفجارات. الانفجار القادم والأعنف راح يكون في الضفة الغربية، والانفجار اللي حصل في 7 أكتوبر هو ردة فعل طبيعية لهذا الإرهاب. هؤلاء اللي بحكموا في إسرائيل هم نموذج للنازيين الجدد. حماس كانت وما زالت وستبقى جزءا من النسيج السياسي والنضالي والوطني الفلسطيني، وهاي المعركة رح تشكل انطلاقة لإنجاز وحدة وطنية فلسطينية. هدفنا إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كافة كاملة السيادة على كافة الأراضي الفلسطينية.